السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل مشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط الخليج. برحب بيكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن المواصفات الأضحية الجيدة قبل عيد الأضحى المبارك. أعاد الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. فلأول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات، وكمان تدعمونا باللايك والشير عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المهتمين. ونبدأ بنقول ان اول حاجة لازم بنبص على المواصفات بتاعت الخروف او الاضحية بتاعتنا. لازم يكون واقف على رجله ويكون نشيط وفي حركة، ما يكونش مرهق من الحر او بسبب مرض ان هو نايم، لا لازم يكون بيتحرك وقدامنا ان هو كويس ظاهري كده شغال. وكمان ان يكون بقى بنبص بقى عن هل في افرازات في منطقة الانف والفم ولا في منطقة العين، في افرازات ولا مفيش، لاننا بنستبعد المواصفات اللي هي السيئة زي مثلا في افرازات او الكلام ده، ما ينفعش ان دي تكون اضحية. بنأكد كمان على الحجم اللحم بتاعه، هل هو اضحية ديت حاجة كويسة ولا ان هو ضعيف. لما تيجي تشتري لازم تبص المواصفات دي، لان في برضو في باعة جائلين بيبيعوا اللي هو الخراف والكلام واللي هو الماعز والاضاحي، بيكونوا مأكلينها ملح وفي غش في الموضوع، ان هم بياكلوها ملح عشان لما تشرب ميه تشرب ميه كتير فيكون البطن ممتلئه بالمياه ويظهر اكن ان هي مليانه لحم. لكن احنا بنعرف الكلام ده من خلال الظهر، نمسك السلسله اللي هو العمود الفقري بتاع الحيوان ونشوف هل هي ممتلئه باللحم ولا في عظم كتير مفيش لحوم في الحيوان، ونستبعد اي حاجة اللي هو من هذا القبيل، لان برضو في ناس بتأكلهم كمامة. فلازم نشوف اهم حاجة المصدر الجيد اللي احنا نشتري منه ويكون حد امين نعرفه او من منافذ البيع بتاع وزارة الزراعة. لازم برضو كمان نشوف سلامة الجلد بتاعه، هل في دمامل في جروح، الكلام ده بنستبعده تماما، او ان يكون الحيوان رجليه مكسورة، او ان هو يكون شكل ان هو في مرض وان احنا نتبعه ونقول ديت اضحية. ما ينفعش خالص اطلاقا الموضوع ده، لازم نختار اضحية سليمة كويسة، لان الاضحية ديت اهم حاجة من مواصفاتها ان هو تكون سليمة وان ديت قربان لله. فكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يعود العيد الأضحى علينا بالخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.